واتلعبت وانشاط جول. يا سلام يا عبد الظاهر يا ساحة، يا سلام يا سلام يا ساحة. يعد عبد الظاهر السقا مدافع المنتخب الوطني السابق واحدا من أهم أفراد جيلين ذهبيين للفراعنة، وعلى رأس المتوجين ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى أنه واحد من أفضل المحترفين وأكثرهم استمرارية في تاريخ مصر. بدأ مسيرته الكروية مع نادي المنصورة، والتي لم تكن سهلة على الإطلاق، فهو ليس لاعبا في صفوف الأهلي أو الزمالك، لكنه بفضل تألقه انضم إلى منتخب مصر تحت قيادة الراحل محمود الجوهري من المنصورة، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 1998 وتوج خلالها باللقب، والذي كان بوابته للاحتراف الأوروبي في تركيا. انطلقت مسيرة عبد الظاهر السقا الاحترافية عام 1999 بعد تألقه مع المنتخب الوطني عبر فريق دينزلسبور، والذي قضى فيه 3 مواسم شهدت الكثير من النجاحات، وشارك خلالها في 66 مباراة في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 4 أهداف. وبعد رحلة مع دينزلسبور قرر السقا شد الرحال إلى جنشلر بيرليجي ليرافق الصقر أحمد حسن. حجز السقا مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق، ولم يمر الكثير حتى توج في الموسم الثاني له مع نفس الفريق بلقب أفضل مدافع في الدوري التركي وقتها. حافظ عبد الظاهر السقا على مكانته بين الكبار في الدوري التركي، وتوج بلقب أفضل مدافع للمرة الثانية على التوالي، لينتقل بعدها إلى صفوف كونياسبور ليستمر معه في 3 مواسم، يعود بعدها مرة أخرى إلى صفوف جنشلر بيرليجي من جديد. قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية مع إسكشهير، عاد السقا بعد ذلك إلى الدوري المصري من بوابة إنبي، ليحقق معه لقب كأس مصر قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية. مسيرة المدافع الرائعة على المستوى الدولي لم تتوقف عند تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية عام 1998، بل إنه نجح في التواجد مع الجيل الذهبي مع حسن شحاتة، محققا بطولتين أخرتين وهما كأس الأمم الإفريقية عام 2006 و2010، ليصبح واحدا من أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم المصرية.